بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح مبين. تم بعون الله تعالى تحرير حاجز الحماميات في 18/12/2012 على يد أبطال لواء أبي الفداء التابع لفرقة الإنقاذ الأولى وأبطال لواء الخط الأول التابع لتجمع ريف حماة الغربي. وتم بعون الله اغتنام دبابة 72 الجيل الأول وبالإضافة إلى رشاشات دوشكا ورشاش بيغاتيف إضافة إلى مجموعة من الزخائر وحشوات الدبابة 72. وعاشت سوريا حرة أبيه. تكبير الله أكبر.